علي كمال. نعم علي كمال، انت ما تخابرني اذا ما يصير شي مو زين. خير صاير؟ اوقف يا اختي حنين، لا تتوترين قبال. ماكو خبر مو زين وماكو خبر زين هم، يعني نقدر نقول خبر مو زين بس مو هوايه. شكو علي كمال؟ مو شي مهم اختي، بس ضربه وسنان طلقه. شنو ضربه وسنان بطلقه؟ هاي صاير حنين؟ شنو ضربه وطلقه اختي؟ أمو طاهر رئيس المافيا فتح المسدس على سنان. إيش مثل المطر كانت تجي الطلقات علي، والله لو بس تشوفين مثل المطر صار الطلق. ضربوا سنان علي كمال؟ لك شنو ضربوه أختي حنين؟ فكري بالعقل والمنطق. دا أقول لك الطلقات كانت تنزل مثل المطر علي. إي طبعا ضربوه، والواحد من هيك موقف يقدر يطلع عايش. شنو سنان مات؟ علي كمال جيب الكولونيا. الو علي كمال، ايش صار؟ احكي عدل، شكو؟ دقيقة اختي حنين، لا تفقدين لا تفقدين، ما توفى. سنان مو ميت. زين لعد، اذا مو ميت ليش تقول هيك يا غبي؟ انت خبل. خلص صفية اعذريني، كنت اقول سنان ما مات وهي فقدت، هو بالمستشفى متصوب من ورا شوية. صدق؟ اي تمام، هسه نجي. سنان ميت صفية؟ لا لا مو ميت، بنتي بالمستشفى. يلا قومي نروح. بنتي انتي ابقي هنا ديري بالك. طمنوني. تمام تمام سنان. لا تبكين حنين. يا ابو دكتور على كيفك يوجع، انتبه على كيفك دكتور يوجع. لك غبي انت، شلون عادمي ها؟ عندك مرية مثل الوردة بالبيت، ليش تسوي هيك سوالف ابني؟ حج نعمان ما تسكت الخاطر، الله اني داموت وهذا المكان كلش يوجعني وانت قاعد تلخي براسي. قر 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 بكافي عاد بتصير اسوأ ان شاء الله، وان شاء الله ما تقدر تقول عليها بعد حتى تتعلم ما تخون هالمرتك بعد. انت محظوظ سنان، الطلق جاي شحط بس. شلون شخط دكتور؟ انا اعتقد ضربني بالهدف، سواني منخل وانت قاعد تقول لي شخط، هذا غير شخط. لا تبالغ، لك لا تبالغ، الله يحفظك لابنك ولاهلك. لو جاي الطلقه بغير مكان شاش صار بيك. اما نعمان اكو شيء اني ما افتهمته، الواحد لو شقد ما كان شلاتي شلون يقدر يتقرب من حبيبه عمو طاهر؟ هاي مدى تدخل بدماغي. 40 سنه ما عندي حب، بيوم تشنصت اكلت موري هالكبرات. ويلي الله سنان غسلي. ويلي الله شكو شبيك. ماكو شيء ماكو شيء، مثل البغل ما شاء الله. الحمد لله على السلامه. صار سنان من ضربك، ليش هيك ضربوك ها؟ هسه باعي شو صارت الحالة؟ حنونة عركة كبيرة صارت، هذا طابر الأسود الحيوان راد يضرب واحد مظلوم، وأني دقيت إيدي على الميز قلت لبا علي لك أثول، أنت لازم قبل ما تضرب هذا تضربني إلي، يا الله أخليك تضرب هذا المسكين، وهو رأسا ضربني. ها أنت أني. زين سنان أنت ليش تتدخل بهالسوالف؟ أنت ياهو مالتك. أني صاحبي ما يتحمل الظلم ابد، ما يقدر يتحمل. اني؟ ايه انت؟ ايه اختي، لان هو عنده غيره. قلب السبع مالتي. اخ يا ابو سنان انا كلش انقهرت لان طاهر ضربك، هو غيور كلش. سنان من هاي البنيه؟ بس تعرف اني سويت؟ جبت طاهر قبالي وحكيت وياه، قلت له بابا اني بعد ما احبك اني احب سنان، هيك قلت له. ترى سنان ايش قاعد تحكي هاي البنيه؟ ما اعرف حنون، انا هاي البنيه ما اعرفها، احتمال مخبله، يجوز مهزومه من الغرفه اللي بصفنا. احسن شيء خلي اصيح الممرض. استاذ حسان. شلون يعني؟ بس انت ما شفت تقول هيك بالفندق سنان، مو كنت تقول عمري حياتي اني احبك. الله شو ليش اختي حنين؟ ايش تسوين؟ اوقفي اوقفي يا ابو ولش عمفيه حنين حنين ولش مخبله اني تخوتي عوف الرجال اني لك سنان واخر عوفوني سوي شي لا لا اني ما اقدر ما اقدر اتدخل بين المراه والرجال قاعد يخوتي اهدي بنتي اهدي شفي واخر عوفوني عوفوني حنين اقعدي